صباح الفل، صباح الخير، وحشتوني جدا جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا جميعا يا رب في احسن حال. برحب بكل المنضمين الجداد للقناة. بإذن الله هنبدأ مع بعض بوصفة كده بسيطة جدا وسهلة، مكوناتها متوفرة في كل بيت. متأكدة ان انتوا هتقوموا دلوقتي بعد الفيديو ده تعملوها، مش محتاجة الفرن ولا شوكولاتة ولا اي حاجة معقدة. لو اول مرة بتشوفوني اهلا وسهلا، معاكم مها علي. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس، وفي انتظار لايكاتكم وتجاربكم وتعليقاتكم اللي دايما بتسعدني. مش هطول عليكم بقى، تعالوا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. وعشان نعمل اول طبقة محتاجين ربع كوب من الحليب البارد وبسكوت شاي، اي نوع بسكوت بتحبوه وبتحبوا طعمه استخدموه، مفيش اي مشكلة. هنبدأ نغطس بسكوت الشاي واحدة واحدة في الحليب ونرص في الصينية اللي هنعمل فيها. ما تسيبوهوش يطول بقى في الحليب، اول ما يتغطس كده ويتبل من الناحيتين نطلعه ونرص، لان لو طولتوا عليه شوية ممكن تحسوا البسكوتة متماسكة، لكن هتلاقوها فجأة هوب وقعت منكم وبشت. احنا عايزينه مندي حاجة بسيطة ما يكونش بايش، عشان لما نيجي نطلع القطعة تطلع معانا بسهولة. حبيت اعمل الحلو في صينية بايركس، انتوا ممكن تعملوه في كوبايات او في كاسات، المتوفر عندكم واللي بتفضلوه. كده انا خلصت الطبقة الاولى، هرص فوقيها طبقة تانية كمان من البسكوت وهكتفي بكده. الموضوع سهل جدا، ما بياخدش اي وقت، وبالرغم من السهولة دي بس طعمه ما شاء الله يجنن. مشكلة معظمنا دلوقتي ان بيبقى نفسنا ناكل اي حاجة حلوة، بس كل ما بنفتكر بقى الفرن والمكونات الكتير والخطوات الكتير بنكسل. الوصفة دي بقى هتلاقوها مثالية، وخصوصا للناس اللي بتحب الاكلير زيي. هنشيل بقى الحليب الباقي والصينية على جنب عشان هنحتاج لهم تاني، وتعالوا نعمل الطبقة التانية. في بولة نظيفة وناشفة هنضيف 4 معالق كبار من السكر العادي الحبيبات، هنضيف عليهم 3 معالق كبار من بودرة الكاسترد. لو هتعايري بمعلقة الطعام العادية لازم تبقى مليانة على آخرها، يعني معلقة هرمية، لكن لو بنعاير بالمعلقة المعيارية يبقى 3 معالق كبار بما يعادل 30 جرام، والبديل بتاعه لو مش متوفر هو نشا الذرة العادي اللي موجود في أي بيت. هنضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، يفضل طبعا الفانيليا السائلة، بس أنا عندي البودرة هنا فضفتها. الفانيليا أساسية هنا معانا في الوصفة دي عشان فيه بيضة. هنقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، أتأكد بس إنها اختلطت. معايا هنا 3 أكواب من الحليب البارد بما يعادل 750 ملل. مش هضيف الحليب مرة واحدة على البودرة، أنا هاخد منه حوالي تقريبا 6 معالق كبار، والحبة دول هما دول اللي أنا هضيفهم على البودرة واخلطهم كويس معاها. حاولوا تمشوا على الخطوات زي ما بقول لكم بالترتيب اللي أنا بعمله علشان النتيجة تطلع معاكم مثالية، لأن ممكن نستسهل ونقول طب ما نضيف البودرة مرة واحدة على الحليب، هيحصل إيه يعني لو ضفنا البيضة مرة واحدة؟ هتتفاجئوا إن الخليط كتل أو كلكع معاكم وأنتم مش فاهمين السبب. فتأنوا كده في الطريقة تتهنوا بإذن الله. إيه رأيكم في المثل ده؟ شعري في الحياة. دلوقتي بقى ميعاد البيضة، هنضيفها ونقلب كويس جدا لحد ما البيضة تختفي تماما. تقدروا تعتبروا ده البديل السهل الاقتصادي للكريم باتيسيير. ما استخدمناش فيه غير بيضة واحدة، وما عدناش بقى نفصل صفار عن بياض والكلام ده، لا احنا عايزين حاجة سهلة كده وسريعة. كده تمام، البيضة اختلطت واتضربت كويس جدا. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا ونحط فيها بقية الحليب اللي اتفقنا عليه، اللي هما كانوا 3 كوبايات، واخدنا منهم 6 معالق كبار عشان ندوب فيهم الخليط الجاف. ناخد بقى الخليط اللي عاملينه ده ونضيفه على الحليب وندوبه، هيدوب بسهولة جدا. وانا بضيفه الكاميرا كانت مقفولة فما اتصورتش معايا الحتة دي. المهم هنرفعه على نار هادية، ما ينفعش تبقى متوسطة أو عالية، علشان يستوي معانا كويس وياخد راحته في السوى مع استمرار التقليب علشان ما يترسبش معانا في القاع. وانتوا بتقلبوا هتحسوا ان الخليط بدأ يتقل واحدة واحدة بالتدريج. هنستمر في التقليب لحد ما نحس انه تقل جدا وبقى مركز بالشكل ده. كده تمام بقى، هنشيله من على النار وهنزود له 2 معلقة كبار من الزبدة، يعني تقريبا 30 جرام. هتلاقوا الزبدة دابت لوحدها مع التقليب بسهولة جدا لأن الكاستر لسه سخن. نصبه في أي بولة أو طبق واسع عشان عايزين نبرده، والمهم نغطي وشه بالاسترتش أو بأي قطعة نايلون لازم تكون لازقة على الوش عشان ما تكونش قشر. محتاجين كريمة خفق سائلة، بس عشان أنا مش متوفرة عندي والجيش بيقولك اتصرف، فتصرفت وجبت لكم البديل. إيه بقى البديل؟ 1/2 كوب من بودرة الكريم شانتي ما يعادل 75 جرام، أو ظرف واحد من بودرة الكريم ويب، عليهم 1/4 كوب من الحليب البارد. وهقلب، مش محتاجة مضرب كهرباء أو أي حاجة، مجرد المضرب اليدوي العادي ده كافي جدا وحيفي بالغرض، لأن أنا مش عايزة أحولها لكريم شانتي منفوخة ومليانة هواء. أنا بس الفكرة إن أنا أستعيض عن الكريمة السائلة بكريمة تانية تبقى بديلة وتديني نفس الطعم، بالعكس هتدينا طعم أحلى كمان. يعني هنضرب فيها 2 دقيقة كده لحد ما نلاقيها تقلت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، مش عايزه اكتر من كده. شوفوا بقى هنعمل ايه، هنطلع كريمه الكاسترد اللي كنا سايبينها تبرد في التلاجة، هنلاقيها مسكت كده شويه، يعني نديها ضربتين بالمضرب لحد ما تفك وترجع الكريميه تاني.
هناخد بقى منها معلقتين كبار ونضيفهم على خليط الكريمة اللي احنا عملناه الكريم شانتي. قلبتهم تقلبتين كده لحد ما امتزجوا تماما. هضيف بقى باقي كمية الكاسترد اللي عندي وبنقلبهم مع بعض لحد ما يمتزجوا تماما، ونلاقي الكريم شانتي اختفت كده وما بقتش واضحة معانا. ناس كتير من متابعين حبايبنا فاتحين مشاريع للحلويات من البيت، عايز اقول لهم ان الحلو ده هيبقى فكره حلوه جدا ان انتوا تعملوها في اكواب وتوزعوها على الكافيهات. مكوناته بسيطه ومش مكلف وكمان مش محتاج تكنيك ولا مهاره، فعايزاكم تجربوه كده وتضيفوه للمنيو بتاعكم وقولوا لي رايكم. ربنا يوسع عليكم جميعا. جبت صينيه البسكوت وبدات احط فيها الكريمه بالمعلقه الاول بس عشان البسكوتات في البدايه ما تتحركش، وبعد كده هننزل بقى الكميه كلها من البوله بتاعتنا. ولو حابين ممكن تقسموا كميه الكريمه على 2 وتفرقوهم بطبقه بسكوت في النص بنفس التكنيك اللي عملناه في الاول، بان احنا بنبلل البسكوت ونحط طبقه في النص وبعدين نكمل بقيه الكريمه فوقيه. سوينا سطح الكريمه وهنجيب الحليب وبقيه البسكوت اللي كنا حاطينهم على جنب، بنغطس البسكوت في الحليب وبنرص طبقه فوق الكريمه، وممكن تضيفوا طبقه واحده او طبقتين زي ما انا عملت. اهم حاجه يكون البسكوت واصل لحد الجوانب بتاعه الصينيه ومقفلها علشان طبقه الشوكولاته ما تسحش وتتسرب من الجنب كده ويبقى شكلها مش لطيف. نسيبها في التلاجة تبرد شويه قبل ما نعمل طبقه الشوكولاته، وبرده قصدت ان انا استخدم مكونات بسيطه ومش معقده وموجوده في كل البيوت، نشا ذره وكاكاو وسكر وزبده وحليب. طريقته اسهل من السهوله. في كاسرولة هنضيف 4 معالق كبار من السكر، عليهم معلقتين صغيرين من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، ويا ريت يكون نوع ممتاز وطعمه حلو. ونقلب بس المكونات الجافه مع بعض قبل ما نضيف الحليب، وكل ده على البارد. ندوب السكر والنشا والكاكاو في اللبن، اول ما تحسوا ان هما دابوا نسبيا كده بنرفعهم على نار هاديه مع التقليب المستمر علشان مفيش حاجه تترصف في القاع، والشوكولاته بتبقى حساسه للحراره قوي، حتى الكاكاو على فكره، يعني مش الشوكولاته الخام بس اللي بتبقى حساسه للنار. وانتوا بتقلبوا هتلاقوها بدات تغمق كده، معناها ان احنا قربنا. بس امتى بقى هقول كده جاهزه؟ شايفين لما تطلع كده ايه فقاقيع هواء وتبقلل كده، يبقى هو ده الوقت المناسب. بنرفعها من على النار تماما، وهي سخنه كده بنضيف عليها معلقتين كبار من الزبده حوالي 30 جرام. اول ما تدوب الزبده والخليط لسه سخن بالشكل ده، انا هبدا اصبه على طول على صينيه الحلو اللي عندي فوق البسكوت، لان طول ما هو سخن اولا هيبقى سهل ان هو يتفرد معايا، كمان هيخلي طبقه البسكوت تطرى وتبقى سهله معانا في التقطيع. بعد ما نوزع صوص الشوكولاته كويس على السطح ويغطيه كله، هندخل الصينيه في الثلاجه. بس قبل ما ندخلها ما تنسوش تغطوها بحيث ان الغطا ما يلمسش السطح عشان ما يبوظش معانا طبقه الشوكولاته. لازم تجربوه، متاكده ان انتوا هتدعوا لي لان طعمه خيالي فوق الخيال كمان. بنسيبها في الثلاجه ساعتين تقريبا قبل التقديم، او اكتر من ساعتين مفيش مشكله. بصوا سهله جدا وما بتاخدش وقت ومش مكلفه، يعني صدقوني تستحق التجربه. واستمتعوا بقى بطعم الكريمة الرائع مع الشوكولاتة السايحة. الله، مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني دايما. ويلا كده همتكم معايا، لايك وشير لكل أصحابكم وأحبابكم، واشوفكم الوصفة الجاية إن شاء الله.